السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الأكارم، حلقتنا لهذا اليوم اللون شعري يتميز بشعر الشعب العراقي فقط من بين المنطقة. لون يتكون من بيتين، لكن كافيات حتى يشرح لك قصة كاملة عن الموضوع. هذا اللون يسمونه الدارمي. بصراحة الشياع والناس اللي بارعين بكتابته هم منطقة الفرات الأوسط، وانتماء الحقيقي هو محافظة القادسية الديوانية. اليوم واحد رجل مبدع بهذا اللون، شكله شايفيه هواي وتحبونه وتحبون أبياته، اللي هو الحبيب كاظم الحجام. ألف تحية أبو الأكبر، شخبارك؟ الله يسلمك، الله يحفظك. طبعا تحية حب واحترام لحضرتك، أو تحية للكادر، وشكرا على الدعوة، ممنون أبو الأكبر. الله يسعدك، الله يحفظك. أول مرة شلونها ديوانية؟ والله تزهو. أنت مسكنة المركز؟ إيه، بالمركز ونفس الديوانية. شلونها الديوانية؟ كل زين الحمد لله. شلون الحركة الشعرية بالديوانية؟ والله ماشية بانسيابية وإن شاء الله زين الحمد لله وشكر. أبو جواد، اليوم أريد نسولف بصراحة. نعم. أول مرة هذا الزي اللي تلبسه، نعم، بالنسبة للعقال يختلف عن عقال الفرات الأوسط؟ نعم، الفرات الأوسط يصير العقال شوية أرفع. أرفع. نعم. وهذا العقال شوية أغلب للناصرية. يعني عموماً ذي قار، لو تحديداً سوق الشيوخ. سوق الشيوخ. باعتبارك يعني. نعم. حجامي. نعم نعم. ها جيد. نعم. زين. بالنسبة للصاية. نعم. يلبسها بس الشيخ. طبعاً أنا عندي معلومة عن هذا الموضوع وإن شاء الله معلومتي كافية، لكن للسيد المشاهد، الصاية للشيخ فقط لو. هذا زي عربي أي واحد يلبسه. أنت رجال شيخ؟ أنا ماكو اليوم الشيخ، شيخ بأخلاقه. ونعم. أنا برأيي الشخصي يعني. ونعم ونعم ونعم. لا أقصد يعني المتعارف عليه. لا لا، مو شيخ. أنت مو شيخ. نعم. إن شاء الله شيخ بأخلاقه. الله يحفظك. الله يعزك. الله يسلمك. من يمتى موضوع الدارمي وياك؟ أو من يمتى موضوع الشعر وياك؟ والأكبر من زمان يعني، ماني عمري 19 سنة أو 20، ولكن ما ظهرت للساحة. كان الوالد ما يقبل. وتركت الشعر. يا أخي بيئتك غزل طبعا، الوالد ما يقبل. الله يسلمك يا أكبر. أي والله بيئتك غزل وكذا. جاي لازم يعني الروح خضراء. الإنسان إيش ما يكبر يشوف نفسه صغير. إيش قد متزوج؟ إيش قد؟ أي. متزوج اثنين، واحدة توفت وواحدة عندي موجودة أم حسين. الله يرحمه. نعم. الله يرحمه. وأحبه وراح أتزوج إن شاء الله عن قريب. صدق والله؟ نعم. أم حسين شلون؟ ماكو شيء بيها. ما مسوي غلط؟ مو غلط. على سنت الله ورسوله، أنا ما بايك. لا لا، محشو من البوق. نعم. لا لا، بس قصدي يعني مو كسر خاطر وكذا. إذا القانون الشرعي يقول لك أربعة وأنت تكون عادل، المهم العدالة. صح. نعم صح. هاي اللي تحبها شقد كتبت لها شعر؟ والله بدي أكتب حتى روحي أصيغها إلها. الله. آخر بيت كتبت لها تتذكره؟ نعم. قلت شايف سواد العين هي وجفنها، أي اشتاف للعباس السغلة منها. بعدك أكثر من هيك؟ شايف سواد العين، شايف سواد العين هي وجفنها، أي اشتاف للعباس السغلة منها. ولي. واصل مرحلة. نعم. وعاد أكو بيناتكم مواصل لو ماكو؟ إيه أكو تواصل. ها يعني ماكو فراغ، ما راح ينقطع. اذا انقطع التواصل انا راح انقطع عن الحياه يعني. لا والله. نعم حقيقه. هاي الدارمي دائما بقصه لو مو دائما؟ لا، مرات الدارمي ينكتب عن قصه. اكو هيك عندك؟ اي نعم. والله تسولف لنا القصه مالت الدارمي. قصه الدارمي، يوم من الايام انا قاعد بالبيت فدخل علي ابن حسن، قال بويا هذا ولد صديقي جاي يبكي وريد يشوفك. قلت له خليه يجي. اجى الولد. ها عم مش عندك؟ قال عمي انا احب وحده والوحده توفت واهلها المساحه اللي يدفنون بها ضيقه، هم واقاربهم كلهم، وحشروها بين اثنين شباب، فانا مقابلها وقاعد يمها يم القبر. اغار اغار عليها فما اقدر اعرفها واريد بيت دار. من شو تقول انت؟ قلت له بالقبر كون وياك حتى انطرع ليك، بالقبر كوني وياك. ها
حتى انطر عليك، حتى انطر عليك من الموت، اخاف يقوم واحد يا حاتي. الله الله يسلمك ولك. تتواجد هواي على المنصات؟ انت من الناس اللي يقبلون الدعوات لو اللي يرفضون الدعوات؟ لا ماكو مشكله، انا اقبل الدعوه. جيد زين. مو دائما اشوفك على المنصه. اي مو دائما، لان اهم عندي اشغال وشويه صحتي مو زين هالايام. جيد. اخر مره قرأت بيها على المنصه امتى؟ اخر مره نجوم العراق بافتتاحيه مهرجان تشا بالديواني. جيد. نعم. وشون كان حضورك؟ جدا جيد الحمد لله. بس للأمانة أنت يعني طلعت بسرعة البرق وصلت للناس. الله يسلمك والأكبر ممنون، شهادة. أبو جواد عندك حسابات على السوشيال ميديا؟ نعم، تيك توك وإنستا وفيس وحسابات عالية يعني. إيش قد بالإنستا عندك متابعين؟ أعتقد 17,000 كي. ما شاء الله. على التيك توك 266,000. جيد. تتوقع راح يصعد ان شاء الله بهاي الحلقه؟ اعتقد راح يصعد 100%. ها والله العظيم. ثق بنفسك لو ثق بالناس اللي راح تسمع شعرك؟ اكيد بالناس اللي تسمع. ايش قد تطل نفسك من 10 بكتابه الدارمي؟ والله هاي اتركها لل برايك، برايك للمتلقي القيم. ما اقدر انطي يعني يا اخي، هذا الدارمي مالك يموت، مال استحف روخ كبار لو قالوا ايش فيك ادنا للدخان واشبع بك عليك. صحيح. هم بجيت على هالبنين تحبها؟ ولا يزال. لا والله. نعم. آخر مرة بجيت قبل 10 أيام. شنو صار الموضوع؟ مريضة. عمت عيني. أي. قلت. لا لا لا، سولف لنا شلون جاك الخبر؟ أنا أحب الدراما بصراحة والتفصيل. هي دزت لي رسالة قالت مريضة اتصل علي. وللعلم هي بأمريكا. مو بالعراق. نعم. بتكساس. اي وتكساس حارة مثل جو البصرة يقولون عليها. لا عندهم شتاء حالياً. اي هسه شتاء. اي فاتصلت عليها لقيتها مريضة حيل. ما قدرتك مشروح ومو بيدي. بجيت بالتليفون. مو بيدي. لا والله. أحبها أبو الأكبر. عم أحب. شنو أنا مسوي جريمة؟ والعد اعتراض خليه يقول لي. لا لا إن شاء الله ماكو اعتراض. أنت رجال على سنة الله ورسوله. الله يسلمك. اي إيش قلت لها والله؟ ايش قلت؟ ظليت محتار لانه الطريق بعيد. الله اكبر. زين ايش تسوي يعني؟ ايش تسوي؟ ما بيدي شيء. بس قلت تدري ايش كثر تشتاق لطيوفك العين؟ اي بكثر ما تشتاق زينب للحسين. الله الله يسلمك. شنو تتمنى انت؟ اتمنى أجاوبك أقول عفو واكتب جفاكم حيل لبني. شون؟ عفو واكتب جفاكم حيل لبني. نعم. وبصيص من الأمل بالروح لبني. يا لاه أكون بتها الصير إن شاء الله يا ربي. لبني على ريحتها ويدب الشوق بيه. الله يسلمك. شنو هاي الروح الخضراء؟ الله يحفظك أبو الأكبر. يا أخي روح خضراء هاي. بس أنا مو كبير أبو الأكبر، ترى 1.784. شنو ال 84 صغيرون؟ مو كبير، انا احس بروحه طفل. طفل ولا بس قالت شفيه ايش تريد تقول لي؟ بالضبط. لا ماكو هيك حكي. عم انت رجال كبير. بس انا اول ما شفته قلت لك ها قواك الله عمي. اي اول ما سلمت عليه شلونك عمي؟ طلعت تكبر مني هسه. اريد اصغر بالموضوع. لا انت انا اصغر منك. يا مواليد. انا ترى بس مشيب. هسه اريد المواليد. 85-4-9. طلع لك الجنسيه؟ لا ما اريدها، انت كلامك ثقه. برايك يكبر ينسى؟ مستحيل. آه. مستحيل ينسى. على ظل عداسة منك فت رجلها مشت وبروح ظل عايش. رجلها يا لا هرجاك ما تهدي. اي رجلها يطلقها وترد بلكت عليه. خطابة لم الناس وامشي رجلها. شو تسوي؟ عجزت ملك الشيب خلاي منها. الله 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 الله. اقول لك جمعتكم الصدفة انتو باعتبار انه بامريكا وكذا ما التقيتوا في يوم الايام. هي ورجلها اليوم مروا علي. الله يخزرنا صفحه تقول شتالي بي. الحاله الماديه جيده مو؟ الحمد لله. شنو تشتري؟ مقابل فلوسك كلها. اقول بطل اعذارك هاي كاتلني بيها.
سو جيتك بفلوس وانا اشتريها. الله الله, الله يسلمك. الله الله الله. زين هي تحبك بقد ما انت تحبها بصراحة؟ دائما الانسان اللي تحس بيه صادق ويحبك راح تحبه اكثر. وهذا الدلع شلونه؟ والله انا بدي اقول اريد اذبح الوجه الله يمل كون جمل. نعم اريد اذبح الوجه الله يمل كون بس كون القلب منهم يملكون. نسون كانوا بروحي يملكون يملكون ثلاث ارباع وانا شويه لي. الله الله الله, الله يحفظك. هم جازوك سوزي انا ويا الناس تلقاها مقلوب. سوزي انا سوزي انا ويا الناس تلقاها مقلوب. صار كان الرمد بالعين هسه بالقلوب. الله 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 الله. سوزي انا ويا الناس تلقاها مقلوب. شان الرمد بالعين هساب القلوب. هواي ناس قلوبهم رمدة. أكيد أكيد هواي ناس ما يهزر بيهم شيء. المن ممنون بحياتك أنت؟ والله أنا أقول إبريني وأنا بريك ذم على الفراق. إبريني إبريني وأنا بريك ذم على الفراق. إش قد شتم بيك من روحة تشتاق. صار العصر ما جيت وعيون تربي. صار العصر صار العصر ما جيت وعيون تربي. طولت وانا عليك قارصني قلبي. والله خلنا ناخذ غزل. تغزلت فيها غزل راح اقرا لك بيت واحد. غزل من شابقتني. ايه من شابقتنا وصار خد على خدها. ايه ما طب هو الله بين جلده وجلدها. تواصل مرحلة استاذي. واصل مرحلة. زين الدارمي همين كتب للطرفة؟ اكيد كاتب هيك. انت اقول امدحدحة ترد الروح حلوة القصيرة. شلون شلون امدحدحة ترد الروح؟ اي حلوة القصيرة. نعم صح ازمه بس والله ما تروسها غيره. حتى لا تزعل الطويله. اي حلوه الطويله تقول بيرغ عراضه. لا بالله وفدوه اللي قلبه يروح هو وغراضه. والله صحيح فدوه الحجيل. لا لا نعيد هذا نعيد نعيد. شلون والله يقول شلون حلوه الطويله تقول بيرغ عراضه وفدوه اللي قلبه يروح هو وغراضه. الحجل والله يلوق بس للطويلة. بالله صحيح. ومن تمر يم الثوب عمدا تشيله. ريت الله لا يطيج حركت القلوب. شلون شلون بس بس على كيفك وحده وحده. ريت الله لا يطيج. اي حركت القلوب. نعم عمدا سودت لبسين وقصير النوم. لا 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 خلنا فاصل. مشاهدينا الأكارم فاصل ونعود إليكم. مشاهدينا الأكارم اليوم الحلقة جنن البارت الثاني ويا الحبيب كاظم الحجامي. الله يسلمك أبو الأكبر. الله يحفظك. شنو أخبارك؟ الحمد لله كل الزين. بس أنت قلت لي أريد ذن البيتين الغزل آخر شيء الاثنين. هن ظلنا من البارت الأول ما قريت. نعم. أي والله شو يقول الغزل؟ يقول مو بيدهن شفاي طاحن على شفاك. ها مو بيدهن شفاي طاحن على شفاك استعجلت والشيطان فشن وياك. الله لا يطيه. من الشفة بستوصاح عضهن بعد حيل. نعم متوازي قلت له شبيك بعد أول الليل. أبو جواد أزيد شيء الناس تحب الدارمي بالحكمة بالغزل. دائما يحبون ما يحبون اللي يكتبون مثلا على الخوة وعلى ما يحبون ما يمشي. يعني يعتبر مفردات مستهلكة وقديمة. الناس تحب اليوم زمن السرعة. زمن السرعة يعني يريد دارمي على اللي بداخله. صح. اي وكلها اللي يحب واللي هم قلت اخ الاخ
من ما تقدر تعلنها تصير ألم، مكابر مكابر وألم، لأنه الخرسة هسه، الخرسة من تريد تتعور ما تقدر تقول آه أي. ما راح ترتاح. فقلت منية الخرسة تصيح من توقعها، منية الخرسة تصيح من توقعها، هج لك بي الشوق وتماطل وياه. الله زين، تقدر تعاشر غيرهم؟ مستحيل مستحيل. آه تشك بي وانا الماي لو شرب وشيرك، الله تشك بي وانا الماي لو شرب وشيرك، اشتاف للعباس ما عد غيرك. ايه بالله تنشدني هاي الناس يا هل عشقته. نعم اتشتفت للعباس قلت لهم انت. الله شايف سواد العين هي وجفنها. نعم اشتاف للعباس التغلى منها، ساحة القلب ما بي بس انت تفتر، بين الوتين وبين شريان الابهر. الله الله يسلمك ولك. زين هذا الـ 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 الوجع والصدق اللي موجود بالدارمي هذا اللي جاي تقوله، المقابل يحس بي؟ والله انا اقول للمقابل، طبعا اجاوبك بدارمي، اقول للمقابل اقول له لو مره حط هموم قلبه بشليلك، لو مره حط هموم قلبه بشليلك شال الصبح ظليت واقفه على حيلك. تحسد من ابو جواد انت؟ احسد اقول هنياله كل ما نام مو بحظنا خله، هنياله كل ما نام وبحظنا خله، هنياله كل ما نام وبحظنا خله، وانا على صفحه اللي خلصت كله. زين اريد اسالك سؤال. نعم بي ساعتك الصبح؟ تقريبا بالعشره. بالعشره نعم قعدت بالعشرة لقيت خمس مكالمات لم يرد عليها، طلعت التليفون شفت الخمسة، فتحت الرسائل لقيت رسالة سلام عليكم أبو جواد، ترى أنا وصلت البغداد، شو تسوي بهاي الحالة من رجعوا؟ أطير ما لحق أصعد بسيارة. لا والله ركاض واقع أبو الأكبر، ما ضم علي كاني، أنا لا خاف منها ولا سارق ولا استحي منها، إنسان أحب أموت علي مو بيدي. إيش تسوي؟ أنا أعترف غلطان وبحقك أخطيت، أنا أعترف غلطان أي. وبحقك أخطيت وحنة رس الحيطان لو قلت له رديت. الله هم تسأل عليهم دائما؟ لا تنشد على الدار وجهها وقطع بيك. أي لا تنشد على الدار وجهها وقطع بيك، ما حد يرد الموت من يجبل عليك. الله انت سولف ابو جعك لو تكابر. لا سولف ما اقدر اضم، انا من النوع هالشخصيه وهالكبر وهالعمر وهالاي، ولكن اقل الم بشي ما اقدر اتحمل. الله والله ما اقدر اتحمل، ما اقدر اضم الالم. يعني ما تكابر ابد. فقلت لعود اضحك وكواك حسبالي ناسيك، عود اضحك وكواك حسبالي ناسيك، والله نحن السنسول من سولف وبيك. الله اكبر. عود اضحك وكواك حسبالي ناسيك، حسبالي ناسيك، والله نحن السنسول من سولف وبيك. شلون هو هذا؟ شلون مال استحي استحي فروخ كبار لو نجده وشبيك، أدنا للدخان واشبع بك عليك. الله مو بيد روح تلوج وتفرفح عليك، انقرص بس ما توب منك ورد ليك أبد، ما تبت أبد. وراح تتوب المستقبل لو لا؟ راح أظل أنتظر الآخر لحظات حياتي راح أظل. زين أبو جواد، مرة من المرات أنت مزعلها وما رضت بسهولة، سويت مار بيكم هيك موقف؟ ما زعلتها أبد ولا راح أزعلها، لأنه من شيمة الرجل المرأة بشارب الخير، والمرأة دمعتها عزيزة، المفروض الرجل يكون بأصعب مواقفه بأصعب مواقفه ما يزعلها. زين هسه بدي أقول لك وين مكانهم وجسمك؟ أنا أقول لك وين، يصعد أحسك به،
من ينزل ألقاك يصعد أحسك بيه. من ينزل؟ من ينزل ألقاك ويا النفس مربوط نعل على موتاك. والله تسيب بس هاي هيك مال شغب مو؟ مال عيد هاي أبو جواد. ناخذنا هيك بعد دار ميات انتقراننا. كون الوجع ينشاف ويدك تلزمة. إيه هذا حلو هذا. كون الوجع ينشاف ويدك تلزمة ما حد نقدنا وقال ما انت بجي زحمة. إش قد شنت شايل طيب تتلوى عافوك؟ إش قد شنت؟ إش قد شنت شايل طيب تتلوى عافوك وذبت هدوم الميت يا قلب وذبوك؟ مع الأسف حسبال ظل الموت كل عمره وياه. أي مل من ذاك كان يفقدنا كل ساعة. زين أسألك سؤال؟ نعم. إش قد مشتاق؟ أريد نسوي إنه سالفة هنا أنا هسه بالقناة. إش قد مشتاق؟ من 10 20 من 10؟ تقدر تناشد رئيس الوزراء تقول له أريد لي فيزا لأمريكا؟ والله لا بخت. والله أناجده ومنية حياتي. يلا سولف له سولف له رحمة الوالدك سولف له. شو تقول له؟ والله تحية حب واحترام للسيد رئيس الوزراء. أي وأتمنى يعني أي أتمنى كابن أي ابنك كان الزغير أي أتمنى تسوي لي فيزا لأمريكا. أي كم يوم؟ ولو 10 أيام. أي بس لا أريد الطلبه منه بدارمي. هذاك دارمي للديوانية كلش أحبه بس ما أعرف شاعره. يقول كون ماي الوجه يندار للوجه بي ماي. نعم وانا ارد اذب عليك وادر انت شراب. اي والله سولف للسيد رئيس الوزراء بلكت. والله والله ما حافظه ما يا اخي اللي يجمع بين راسي بالحلال قصر بالجبه. والله بشاربك هو الاكبر. لا انت انت بشارب رئيس الوزراء انش اللي بعد صار طالب تبلك الله يهدي كان سمعني. زين اجت لك الفيزا شنو الشعور؟ ما هذا الشعور حقيقي لو ما لو قدام الكاميرا؟ لا والله حقيقي ما اقدر اوصفه صراحه يعني ابد ما اقدر اوصفه ما ينوصف يعني. انا هو لو مصباح العيد انا هسه اشتري شوفتها بروحي وبكل شيء املكه. هو لو مصباح العيد؟ لا بالله هو يا عيد. لا والله والله العظيم بريج سيوف يوم اجفاك صليت وصليل البي عظم مكسور. الله بريج سيوف يوم اجفاك صليت وصليل البي عظم مكسور. صليت صلاة الوحشة على اليوفون. الله صليت جفوا وعيون وقحك طعت بي. الله 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 عشقتك كن عشق معبد لك هنا وحالات الحب يظل عايش لك هنا. تعالي وعائن بصدري لك لك هنا سحق ومرافس وطعنات بي. ومحمد من زعل وياي وقف على الرجلين ما مش بعد. ومحمد من زعل وياي وقف على الرجلين ما مش بعد. وقفه بغياب الثوب قام يطول وكفه وسحل قامه وهل يسحلون بي. تدرش عمل فرقاك يوم لعفتني صح صح اهله موجودين بس يتمتني. لا يا الله الله يسلمك. لا يا الله تدرش عمل فرقاك تدرش عمل فرقاك يوم لعفتني صح اهله موجودين بس يتمتني. زين اكو بعد شغله ثانيه. نعم ولا كاميرا موجودة وهاي هي البت اللي تحبها شو تقول لها؟ ما يعني ماكو شيء يوصل اللي بداخلي. راح تبكي من الاشتياق؟ ماكو شيء يوصل اللي بداخلي كون القلب ينصاغ محبس واسويه. كون القلب ينصاغ محبس ووديه وبجفوفك هيك بجفوفك الترفات يلمع شذر بيه. أقلها أنا مو منك متت. ها أنا مو منك متت ميت عليك وهاي كشخة حزني يبرز لونها. نعم خافي وحيلك فرح لون البياض الروحة تطلع ببيض يلفون بدلة البيضة شفل ما تريد وميتة مو عدلة ترى يزفونها. ومو شرط على المخفي يحجيه اللسان
سولفت شكبان من عيونها بسكي بدموع حنا دافن لها. نعم نعم بسكي بدموع حنا دافن لها مشت وتفوف حزني دافن لها وعلى ساعته وداعك دافن لها بكى سنتين ويسكتون بي. بجواد انا ما شايف مثلك فدوى لقلبك وبالاكبر الله يسلمك الله يحفظك. زين هاي علاقتكم صار لها شقد؟ تقريب مو هواي انا ترى للمعلومات يعني درست برا خارج العراق. خريج شنو انت؟ خريج قانون نعم بس ما مارس المهنه وداخل العراق وما مريت بعلاقه حب ابدا. تزوج اثنين وما مريت بعلاقة حب نهائيا ابدا يعني. يعني هاي اول علاقة؟ اول علاقة حب حبيتها لانه عم تريد الصدق؟ الله لا يصدمك لانه هي تستحق وهي اخر شيء هي اخر والله العظيم. قلت لا متت طبعا هي اسمها اوسان. لا لا تقول اسمها خطيئة. لا لا ما يهمنا ما عنده مشكلة. لا والله اوسان. قلت لا متت هم تدرون كاتب وصية شنو هي؟ جيبوا لي بس أوسان تلطم عليه تكفي وتوفي؟ كافي. أبو جواد منو يعني أعز منها هاي البنية؟ منو أغلى منها؟ ما أعتقدك أحد صدق والله؟ خلكم واقعين ما أعتقد. زين تقدر تخابرها هسه؟ لا ما هسه صار لنا 11 يوم ماكو اتصال. متحمل؟ شو أسوي يعني ما بيدي شيء أطير؟ أسأل كل الدول تدخل بس الأمريكا ما تدخل. لا وشلون متحملت هاي والله؟ ايش اسوي يعني؟ ايش بيدي؟ بالبخت شلون شعورك؟ شعور ميت. قيانة غشيمة بطين. وقف لي قبل لا تقرا لي شعرك. نعم نعم نعم. هسه هاي اللي جاي يشوف هاي دموع؟ لا. لا 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 لا, لا بالبخت بالطين الحلي نريد نسولف بالطين الحلي. لا 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 مو دموع. زين ايش قد مشتاق؟ ما ينوصف قد الكون. قيانة غشيمة بطين ومقين عليه. شاف الغشيمة تجيب وتلبخ. قيانة غشيمة بطين ومقين عليه قلبانة بس لهواي زرف فبرة ما بي. لسا سهم فرقاك راكس بالفاد. الله لساسة هم فرقاك راكس بالفاد يلكي من نص الليل واشرد للوهاد. جاهل طبعا جاهل من ياكل طين بعد ما تقدر تكون شيء يدمن ادمان يصير عنده. جاهل وياكل طين قلب ادمن عليه. جاهل وياكل طين قلب ادمن عليه يشرد ومطلن طول كل ساوة جوي وما يتوب ما يتوب ما يبطل. جويته بس ما فاد عطابة حطيت. جويته بس ما فاد عطابة حطيت شمالك على العافوك يا قلب حنيت. بطل يا قلب شبيك ما عندك احساس ما تبت من عافوك وتبرت الناس. الله وحق مصاب بتحيدر وتلهى بجفاك الموت عتروحي وتلهى. وحق مصاب بتحيدر وتلهى بجفاك الموت عتروحي وتلهى الناس كم سنة وتركد وتلهى وانا صار وجرى اليعقوب بيه. وحق الظلة تتعاين لهلها عليلة ودمعت بعيني لهلها لهلها فلا غيرك يا ابن قلبي لها إلها ولا بعدك بشر يرهم علي. ناخذ فاصل ونكمل. كارثة انت. الله يسلمك. مشاهدينا لكارم فاصل ونعود اليكم. مشاهدينا الأكارم
وصلنا وياكم للبارت الثالث والأخير من حلقة هذا اليوم مع الحبيب والجميل كاظم والحجامي. الله يحفظك أبو الأكبر. الله يسلمك. اليوم الوصول مالك راضي عليه؟ الحمد لله. لو بعد جاي تطمح أكثر؟ الحمد لله. وإن شاء الله هو الإنسان دائما يحب يتقدم. أي من حقك. نعم من حقك. أنت تكتب الدارمي والأبوذية؟ دارمي والأبوذية والقصيدة، ولكن أحس بروحي يعني بنفسي أبدع بالأبوذية والدارمي. الأكثر الأبوذية لو الدارمي؟ الأبوذية والدارمي أحب الاثنينات، يعني أحس بروحي أبدع بيهم. جيد. إيه. هسه شلون راح نسمع؟ يا عيني من الدمع بسك وشباك ويروح بنار حطنك وشبك. يا عيني من الدمع بسك وشباك ويروح بنار حطنك وشباك على دار اكون قب ابني وشباك وزورنا بكثر ما قطع بي. زمان اسخام وجهي عليك لاخاه وقمت ما ميز من الوجع. الاخ وين؟ لاخاه انا ما فزع على عدو. لا اخو كلب سار الحنين وقطع بيه. عم الله يساعدك. الله يحفظك. الله يعينك. جلد ون بغيابك موش ونهش انحنى السنسول يوم جفاك. ونهش اعضض بالجلد ظليت ونهش وجرب سار بغيابك صار بيه. دارمي دارمي دارمي. براحتك 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 براحتي. يقول نزف نزف جرح بغيابك قام يداي على راسي وقمت ادق باثنين. يدي يداي ومحمد من جفاك اشتعل. ها جدي وسر السابع ظهر والنار بيه. بهذن عيوني منك فت شفتها الغير وعلة الشامت. شفتها وعلم اللامست شفته شفتها الجهنم وصلصيت النار بيه. وقف وجواد وقف. زين برايك هذا الغزل يعني شوية من واحد هيجي يكون بهذا العمر مو يخجل من عنده ويستحي؟ معقولة يعني الإنسان يحس بروحه يكبر؟ أنت ما تحس بروحك كبير؟ مستحيل. الإنسان دائما يحس بروحه صغير لحد ما يموت. طفل صغير. آه. أنا هذا رأيي الشخصي بعد. زين أنت إيش قد الناس اللي يحبوك بالسوشيال ميديا؟ توصل لك رسائل؟ هواي. احلى رساله وصلتك؟ انا ما ارد على الرساله. ما رديت. احلى رساله وصلتك؟ خليني شوي نخجلك. لا احلى موقف يعني. لا احلى رساله وبعدين احلى موقف. ما ذكر والله ما اشوفني ولا اكبر حقيقه. هاي يشهد الله ورسوله ما افتح رساله لا على رجل ولا على مراه. ها حتى لا اخسر احد. احلى موقف؟ لا احلى موقف واحد ودي لي رسائل مساء الخير استاذنا ماكو انا اشوفه بس ما جاوب. صباح الخير شاعرنا مساء الخير قتلة ثلاثة عميز كاتبنا على والديك. وش قلت لك؟ ما رديت عليه ابد. صدق؟ والله العظيم. شنو هاي سالفة السيارة مرة جيت هنا لبغداد بسيارتك؟ هاي جيت عندي شغلة بالكرادة. ايه غباش جيت بالستة الصبح. بالستة وصلت؟ ايه والله طبقيت كملت شغلتي وهاي طلعت به 11 هوسة صايرة. ازدحام ازدحام وهوسة وانا دست امشي ماكو الديوانية اريد السريع. الديوانية؟ سريع مال الديوانية وماكو. لقيتني سيطرة قلت عم الله يساعدك. قال له مرحبا. قلت له وين السريع اريد للديوانية. قال عم وين انت غير عبر التاجي. منه وشو رجعت؟ قال منه ورجع. قلت له زينة قصها قبال. قال شو تقصها قبال؟ أدري بتشولية وتقصها قبال. امشوا على الله. ونهار عدل أنا ما طالع من بغداد. يعني أنت مو دائما تجي لبغداد؟ لا حتى لو أجي أنا أبو الأكبر لا أحفظ. عم العشق العشق مدمرك. لا ما أحفظ. أنت لحيتك مشيبة ولا سودة؟ لا لا سودة. بعدنا صغيرون أنا مو مثل لحيتك بيضة. أنت شايب. جا حلو اللحية البيضة. خلت فيدك هاي جايب قوة هي تسوي حلوة بيضة. مثل ما أقول لك. خلت فيدك لحيتك السودة صار في 11 يوم ما وخبريتك. خلينا نسمع دارمي يرحم والديك. دارمي لو أبوذيات بقى نذهلنا خلي أقرأهن لك. يلا قرأنا أبوذية. بنغراب الهجر بعدك وكرباي. الله.
بنغراب الهجر بعدك وكرباي ونهر للبل حفر وقتي وكرباي اتعلع الموت بفراقك وكرباي بقي دعمه وتشفى الوقت بيه الله بقفاي سياج لجروحك بنيته وكل من يلتقي بربه بنيته بجفاكم سيدي وطاحت بنيته وصرت لأهل الغنى يدبشون بيه هواية فتوق لك بالقلب شلها وهجرك كل خلايا الراس شلها الوادم بالحكي الموزيء شلها وهم يدرون لك سلسيا بيه للمجفبد ما اقول بروحه عازه وما تنفع من تبات لي للجنازه الله حسباله ظل الموت كل عمره وياه مل من ذاك كان يفقدني كل ساعه الله طبعا على الحظ شلون الحظ وياك انا صراحه اشرحها لك ها مسخم وكل الطعم ما ينطلع بي هذا حظك مسخم وكل الطعم ما ينطلع بي بيعطينا نايم ومين حضر دحاتي ذبيته ما بي فود رافقني حيله مشكوله ذمته شاف حظه ويشيله اخيار البشر والذوق وتعرف الاطباع الله اخيار البشر والذوق وتعرف الاطباع القلب طيب دوم يتقشمر بساع حيل الوقت والعوز يارا عليها حيل الوقت والعوز جارا عليها خشنة دما مشيت خدبت بيها الله من كثر جورج فاك تدرش تمنيت شنو ببطن امي تكون للدنيا ما جيت ما مرة حظ وياي سوال زينة شون شون ما مرة حظ وياي سوال زينة ذبن بجليل الذات وصل فعينه الله اترافق ويا الذيب وتوسد ونام اترافق ويا الذيب اترافق ويا الذيب وتوسد ونام وللبشر لا تدناش خص بهالايام الله عود اضحك وكواك حسبال ناسيك نعم والله نحن السنسول من سولف وبيك شارت الوادم وين راحت قبل ذيك الله 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 شارت الوادم وين راحت قبل بيت ما مشبخت بالروح شاشة ورد بيت بفراشي على الحيطان بهدوم وغطاي بفراشي على الحيطان بهدوم وغطاي وبكركن بالبيت بريحة هواي الله أبو جواد هاي المنتديات المهرجانات اللي خارج الديوانية هم تتواجد بيها؟ ايه بالنجف رحيت الخواطر ها ايه. زين اول داربي طلع لك وحفظت الناس وحبتك استحوا فروخ كبار هذا يعني هو صاحب الفضل نعم هو اللي نعرف بيه كاظم الحجاري نعم نعم قبل ايش قد كنت تكتب هواي لو مو هواي من زمان اي بس انا ما ظاهر للساحه تتمنى تقرا بيا مكان والله باي مكان انا يعني هيك مكان انا قريت بالعماره قريت بالناصريه قريت بالنجف قريت هواي محافظات بغداد قريت يعني هواي محافظات قريت فيها واي مكان جدا طبيعي زين اكو دارميات تبديت التكاتبهن؟ والاكبر انا ما اتذكر. انا مالاتي محافظة حاطن ببرق. ابد ما اتذكر. بس انا اقول اسوأ شعور وياك عشت الله شاهد. والعشق ذلي يصير من طرف واحد. اي بالله. اش قد سادة لك وديت وش قد جاويت. كاف الزعل من اللي تفهمني شتري افرش ومشي عليك الطين فرصة اي غلطة وتريد تصير ولسانة قصة حاكيني يا الزعلان طق قلبي بجفاك خلينا مشي عليك واتراضى وياك
أشمرني قل أهواك كذب عليه راضي؟ موافق. أشمرني قل أهواك كذب علي تلقاني للذرعان محندية. أوف، برأيك هاي الكاريزما اللي أنت بيها ضايفت لك لو مقيدتك؟ لا أكيد اليوم الكاريزما لها دور بالشخصية. توافقني هذا الرأي لو؟ طبعاً أتفق وياك. الكاريزما لها دور، دور الأكبر يعني. زين، وصل الدار مالتك خارج حدود العراق؟ نعم. وصلت لك رسائل مثلاً؟ البريطانية. هاليوم كل الدارميات البريطانية يقول لك. إيه هم هناك العراقيين طبعاً يسوون منتدى عندهم. منتدى شعري؟ إيه منتدى شعري وينشروا عندهم شاشات من هاي الحجم الكبير ويسوون عبر سكايبي. أنا سوي وياي لقاء. صدق والله؟ والله العظيم. يعني مهتمين بالشعر. خطوة حلوة كانت. كلش جميلة. إيه. أبو جواد وصلنا للختام. أريد تقرأنا دارميات وبوذيات حتى نختم. خادم. لا لا. خادم. أقول لا بخت عندي وياك لا حظ يعور. ولا سيد أنا وبيك منتج فشور. الله. لا حظ. لا بخت عندي وياك لا حظ يعور. ولا سيد أنا وبيك منتج فشور. الله الله. من يجف ظلم الكون بعيون أشوفه غير اللي يعوفك كون تقدر تعوفه. مشكلة. عتق جرح ويلم بجفاك ينزار بايد لا تظن بالخير ينزار. ومحمد لو بقصت بخت ينزار صدق جا شورت بالخان بيه. أبيكم وادري بيكم ما تبونه. ها أبيكم وادري بيكم ما تبونه. ما تبونه وعدكم ضال قلبي. ما تجيبونه. ما تبونه يتام أم بجفاكم. ما تبونه تهت وتلطلط النسوان بيه. الله يساعدك. شراكة بروح بتلية لهابت. نعم. بجفاها نار بضلوعي. لهذا مثل يعقوب راح ابني لها بيت بحزن وينبج على الصاربية. عسى لا مختلف رأي وراها وعسى بعافيتي لا تبقى وراها. عسى عيون بعمه ولا صد وراها وعسى ميت وهي تلطم علي. تتمنى؟ أكيد. وصلنا لختام الحلقة. شكرا لك. تحياتنا لك أبو لك. وتعبناك. خادمك أنا. وشرفتنا. لي الشرف. ونورتنا. الله يسلمك. ويا رب حلقة تليق بحضرتك. الله يسلمك. وتليق بسيد المشاهد. الله يحفظك. آخر كلام لك أنت تحب تقوله للمشاهد هاي كاميرتك. طبعا تحياتي لكل متابعيني وتحياتي لكل متلقي وتحياتي للخلف الكواليس المصممين اللي تعبون. للأمانة هذول الناس جدا جدا جاي تعبون وجاي نجحون وخلف الكواليس وما حد يشكرهم يعني. نعم بالله. وإلهم الدور الأكبر. ألف شكر إلهم وشكر كبير. وتحياتي للكادر وتحياتي لحضرتك أبو الأكبر. ألف تحية لك. وشكرا لك. ممنون. مشاهدينا الأكارم وصلنا وياكم الختام حلقة هذا اليوم. شكرا للكبير والحبيب كاظم الحجامي. شكرا لكم سادتنا المشاهدين. أخذنا من وقتكم بس نتمنى يا ربي استمتعتوا بهاي الحلقة. كان معكم في الإعداد والتقديم أخوكم علي المنصوري. في أمان الله.